أهلا بكم لموجز لأهم وآخر الأنباء من تلفزيون وطن في رام الله. لقي 6 مواطنين من عائلة ظهير في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مصرعهم فجر اليوم إثر حريق نشب في منزلهم. وأفادت مصادر طبية بوصول 6 جثامين من عائلة واحدة، بينهم الوالد حازم ظهير وزوجته سمر و4 من الأطفال أعمارهم بين 2 و7 سنوات إلى مستشفى الشفاء غرب غزة. أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن تدهوراً خطيراً طرأ على الوضع الصحي للأسير محمود سلمان من غزة. وقال محامي الوزارة فادي عبيدات عقب زيارته الأخيرة لسجن الرملة أن الأسير سلمان نقل إلى مستشفى أساف هاروفي العسكري، وتبين من خلال الفحوصات أنه يعاني من هبوط في عمل الرئتين. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة هارتس أن المجلس الإقليمي الاستيطاني مطيا بنيامين صادق على بناء قرية ثقافية على مساحة 218 دونما من أراضي قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة. وكشفت الصحيفة أن الإدارة المدنية أقرت الخرائط من أجل إقامة القرية الثقافية القريبة من مستوطنة كفار أدوميم، حيث سيتم هدم مدرسة للبدو في المنطقة من أجل تنفيذ المخطط الاستيطاني. نفت حركة حماس تفويضها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإبلاغ الإدارة الأمريكية قبولها بمبدأ حل الدولتين. وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أننا في حماس نؤكد أننا لم نفوض الملك عبد الله الثاني بإبلاغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبولنا بمبدأ حل الدولتين، وهذا الموضوع لم يبحث خلال لقاء خالد مشعل مع الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان. وعلى الصعيد المحلي، أبرمت شركات الكهرباء والبلديات والحكومة في الضفة اتفاقا ستقوم بموجبه شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين توفرها الحكومة لمزودي الخدمة، وبحيث يلتزم كل مشترك تراكمت عليه الديون لشركات التوزيع أو هيئات الحكم المحلي بتسديد 10% من قيمة ما يشحنه، وذلك عن ديونه السابقة اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2013. وفي المقابل يقوم مزود الخدمة بخصم مبلغ مماثل من ديونه السابقة تتحملها الحكومة، وينحصر الاتفاق فقط في الاستخدام المنزلي للكهرباء. نختم الموجز بحالة الطقس. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائما وباردا، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار الغزيرة بإذن الله على كافة المناطق، وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر عالي ارتفاع الموج. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.watan.tv. أما الآن نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.